مين أميرة من يعني وجهة نظرك انه ان هو ممكن من الناس اللي تتصدر المشهد زي مين ومين ومين؟ ما انا بقولكش قولي فعل قولي كتير، قولي مين موجودين يقدروا يعملوا ايه بالمهمة دي. طبعا على رأسهم طاهر ابو زيد، على رأسهم محمود طاهر رئيس النادي الاهلي طبعا الاسبق، في اسماء طبعا حازم امام بقى كادر اداري طبعا لابد من الاستفاده منه كعضو مجلس اداره داخل اتحاد الكره لانه بقى له خبرات. في احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره السابق، كلامي طبعا مش واحمد مجاهد ده بالمناسبه هيخوض انتخابات اتحاد الكره على منصب الرئيس بشكل كبير في الانتخابات المقبله. فبقول لك فرصه هتبقى قد يعني ايه؟ فرصه في النجاح هتبقى قد ايه؟ لا هو عنده فرص كبيره، علاقات قويه جدا في الجمعيه العموميه. بس بصي يا اميره، عايزه تصلحي الكوره او اي مجال في الدنيا خلي المتخصصين هم اللي يشتغلوا فيه. بمعنى امال اتحاد الكوره اللي موجودين اللي موجود دلوقتي ده ايه، مش متخصصين؟ لا بص يا اميره، انت النهارده حضرتك بتشتغلي ايه؟ بتشتغلي مذيعه. حلو. بتقدمي برنامج من اهم البرامج دلوقتي موجود على الساحه. لو حضرتك مش موجوده ومتمكنه من ادواتك، لو انا رحت جبت مثلا اللي بيقدم برنامج ملفات ده دكتور في مثلا في دكتور اسنان، مش شغلته، هي مش عافيه. واجيب لك اكبر دكتور اسنان يقدم برنامج توك شو، هي مش عافيه، مش عافيه، او دكتور صيدلي او الكلام ده. فانت من وجهه نظرك ان الاتحاد الكوره دلوقتي مش متخصصين، ممكن ناس متخصصه اكتر تيجي. اداره الكوره في مصر لابد ان يكون المتخصصين هم المسؤولين عنها، ده رقم واحد. تفتكر بقى هل ده هيتحقق الفتره الجايه؟ شايف الصوره اللي قدامك، المشهد اللي موجود قدامك بيقول ان ده هيتحقق الفتره الجايه؟ يعني بصي خليني ده اقول لك عليه خلال التعامل مع الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه في الفتره اللي جايه، ودي رساله للجمعيه العموميه. بصي لان في كلام كتير بيقعد يتقال، ولك ان تتخيلي ان انتخابات اتحاد الكوره اللي فاتت مين اللي مترشح ليها؟ مترشح ليها قايمه جمال علام، وقايمه ثانيه مع كامل احترامي ليها، كامل احترامي ليها، وانا يمكن استضفت رئيس القايمه ديت، رئيس مركز شباب بولاء الدكرور هو اللي كان مترشح لخوض انتخابات اتحاد الكوره امام قايمه جمال علام. ولم يتقدم اي عضو من اعضاء الجمعيه العموميه في اتحاد الكوره للترشح. وكامل احترامي للراجل اللي ترشح قدام الاستاذ جمال علام، هل انت الكره المصريه بحجم الكره المصريه يبقى فيها رئيس مركز شباب والراجل محترم بالمناسبه جمال علام هما بس الاثنين دول؟ يعني الكره، تاريخ الكره في مصر خلصت من الاسماء والرموز والناس القادره على اداره الكره في مصر ما بقوش يترشحوا لانتخابات اتحاد الكره. بتتكلمي انت النهارده لما يكون في اسماء عندها خبرات وفي نفس الوقت عندها رؤيه اقتصاديه لتطوير الكوره في مصر، هتحولي زي ما بقول لك كده زي البرازيل، احد اهم عناصر الاقتصاد في البرازيل هم لاعبي كره القدم. مظبوط. على مدار التاريخ. مظبوط مظبوط مظبوط. فبالتالي طيب. انت النهارده مثلا ما يبقاش محمد صلاح ده حاله استثنائيه، مش صح طبعا، مش صح طبعا، لازم يكون عندي كذا حاله. ولكن اخيرا قبل ما منهي المكالمه، لو حابب تقول حاجه عن نادي الزمالك دلوقتي هتقول ايه؟ لا نادي الزمالك بيواجه طبعا يعني الله يكون في عون جماهير نادي الزمالك، نادي الزمالك طبعا سيظل نادي الزمالك صاحب تاريخ وصاحب شعبيه مهما حاول البعض من ان هو طبعا يقضي عليه او يعرقل مسيرته، لان في النهايه ما فيش حد هيقدر. بص يا اميره، لا الاهلي ولا الزمالك حد هيقدر عليهم بمعنى ادق، وبتفكير يعني او بفكرك انت اميره عشان تبقي فاهماها كويس قوي،
الأهلي والزمالك هما أقوى حزبين في مصر. تاني، الأهلي والزمالك هما أقوى حزبين في مصر على مدار التاريخ. كل الأحزاب اللي ظهرت على مدار التاريخ من أول الملك فاروق، من بعد الملك فاروق ثم إلى الآن، لم يتواجد أي حزب على الأرض ويحشد هذه الجماهير اللي انت شايفاها في الاستاد ديت سوى النادي الاهلي، ونفس الامر بالنسبه للنادي الزمالك. فبالتالي محدش هيقدر نهائي. يعني انت شايف انه نادي الزمالك دلوقتي بيمر بوعكه، وتتمنى ان شاء الله ان هو يفوق منها؟ نادي الزمالك على مدار تاريخه بيمر بعثرات ووعكات، ولو اي نادي اخر تعرض لما تعرض ليه نادي الزمالك لكان انتهى من زمان، بل على العكس نادي الزمالك بتزيد شعبيته، بيزيد اسمه مش في مصر، في الوطن العربي، وده يوريلك عظمة وحجم وقيمة نادي الزمالك. في النهاية انا بختم معاكي بان مرة تانية وتالتة، احنا عطلناك عن الماتش انا عارفة، وانت المفروض داخل دلوقتي، بس انا عايزة نقول حاجة اخيرة عن الماتش قبل ما نختم المكالمة. الاجواء انا متأكدة انها عندك هي اكتر من رائعة، وانا نفسي جدا انه الناس تطلع مبسوطة. انا بأكد لك ان ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي هيتوج ببطولة افريقيا بإذن الله. كلنا، وخلي بالك ده مفهوم لازم يترسخ عند كل الناس بجد يعني، وعلى السوشيال ميديا قبل الفضائيات، النادي الاهلي النهاردة بيمثل مصر، النادي الاهلي بيحافظ على هيبة الكرة المصرية. أيوة. لابد من مساندة النادي الاهلي، لان النادي الاهلي في ظل التراجع الكبير اللي بتعيشه الكرة المصرية في الفترة الاخيرة، هو الفريق الوحيد اللي بيحفظ هيبة الكرة المصرية بإذن الله. يتوج يا رب إن شاء الله اللقب الحادي يا رب إن شاء الله في دوري الأبطال. بشكرك جدا نقد رياضي إسلام صادق.